انت راضي عن اللي صار؟ بس لا اوكي بس معه. بس انا صراحه ما بعرف شو بدي اكتب لك. كتب لي كم شغله بس بدي اسمع. بعد ما تسمعي انت تخبريني انت شو في شيء حلو حنان بس في شيء كمان مش حلو. خلينا نشوف شو هو. شو حنان؟ نو كومنت. انت خبرينا شو اسمها هالبرفورمانس؟ خبريني انت شو حسيتي؟ انا ارجع اقول لك شو حسيت، احكي لك شو الحلو بالموضوع، ما رح اكون نيجاتيف اليوم، جاي على بالي يكون بوزيتيف في مره بحياتي. بتقولوا هذا مزبوط؟ هذا زلمه منه جلق وجاي يعني يعطوه يجرح فينا، بدي اخذ البارت، بدي اشوف الكبايه المليانه مش الفاضيه فيكم، يلا قولي لي شو حسيتي حياتي؟ تفضلي. بليز يا حيلي، عن جد. مش عم بقري عم يعني ام نوت مني ما عم بكون ما عم بتمسخر بس ما في تمسخر بال عندكم يا بالمغرب عارف بتقولوا كلمه تمسخر؟ لا مش موجود تمسخر يعني ميكينج فان يعني. قولي لي شو حسيت يعني راضيه؟ لا مش كثير. اوكي شو لازم نعمل لنبقى بستار اكاديمي؟ برفورمانس اكثر. رد علي صوتك بدي اسمعك. برفورمانس اكثر تركيز. انا حنان انا رح اقول لك انا توقعت انه قلعتي خلص مشيتي في محل بلشت احس اني لا شيز جيتينج سيريس صارت جديه بالشغل وتعلمت من اول ملاحظه على تتاهي كان جارحه كثير بس انه نحن متعلم غير هيك انسان هو طبيعته هيك انسان علبه مسكره ولازم على طول ينقرز ليتحرك اذا ضلكم تغنجوه في ناس بتتعود على الكسل نحن انا مش جاي اعطيكم درس بالحياه بس جاي اقول لك انه اللي عملتيه حدا غيري كان سقط يعني الغلطه اللي غلطيها على الفوته نسيت الكلام انا اكيد واحد ثاني اعطيكي مثلا حدا ثاني هذا كان وقع كان كمل كل غنيه واقع وانت برافو هذا الشيء الحلو فيك اللي عملتيه والصحيح وهذا كثير من المطربين ما بيعرفوا يعملوا متمرسين ما بيعرفوا اذا غلطوا غلطه ما بيعرفوا يتعاطوا معها على المسرح انت عرفتي تعطيتي مع الغلطه لا هي الغلطه ضدك انه عيب واحد ينسى كلام بس هي بتصير يعني ما في شيء منزل يعني كله معرضين للاخطاء انك تعطيتي مع الغنيه رغم الغلط اللي عملتيه اول شيء كملتي وجربتي اللي عم تعمليه يوصلنا بس هو ما وصل لي للاسف لانك خلص بلشتي غلط بس الحلو بالموضوع انه الدانسرز اللي معك حافظين غنيه اكثر مني كيف انه هدول اجانب حافظين غنيه برافو وهذا ذيس از اي لايك ات ذيس از وات اي لايك ذا موست ما بيقولوا اكثر شيء حبيت بالبرفورمنس انه هدول معك كورال وعم بيعملوا ليبسينج صح حنان انت في دائره الخطر انما بليز حنان دخيلك بنحبك تضلك معنا بس لازم ترجع تركزي مثل ما بثالث حلقه يعني مثل اللي قبل هيدي كنت بلشت تقلعي بليز حنان عنصر حلو بالبروجرام خليه يكمل يعني فرجينا غير جمالك بالبروجرام فرجينا النجومية اللي فيك برجع بقول جمال حلو أول دقيقة أو ربع تطلع بالمنظر بو سبحان الله شو حلو برافو تيابا واو تابلو واو خلصوا دقيقة ونص وبعدين شو بنقعد نعمل؟ نتفرج على شو؟ بدي يكون عندك شيء حنان اوكي بدي أشوف هذا الشيء بليز اوكي هذا كل شيء بدي أقول لك بدي شو ما زدت كثير عليكي صح؟ ثانك يو ثانك يو الله التهذيب بحب التهذيب شفت شو حلو واحد بتحكي مثلا برواق وتخبره انه هو مغلط بس انه برافو تعاطى مع الغلط بيقول لي ميرسي ثانك يو بحب القلب الكبير يلا